كنا بنتكلم لسه في الاكسبشنز زي ما احنا وقلنا ان خد بالك ده ما يتحطش فوق، دي ما يتحطش فوق، قلنا عشان لو اتحط فوق خلاص هيبلع كل اللي نازل، لان اي نوع ينفع. يعني لو انا حطيت ده اول سطر يبقى خلاص كده انتهى الكلام. يعني لو حطيت ده هنا هو كده ايه اللي هيحصل؟ خلاص كده مفيش اي اكسبشنز هتشتغل. هو خلاص طالما اي حاجه يقول لك ايه انا ديفايد باي زيرو، يقول لك طيب ما انت اكسبشن لك يخش، انا مش عارف خلاص يخش. هو عمره ما هيوصل ليه؟ لما بعد ذلك. فلذلك لابد ان يكون الايه الاكسبشن العام ده يكون في الاخر. لو جينا جربنا كده قلت له 16 على الزيرو هيقول لي برضه برغم هي زي ديسترايجين اللي هي الرساله دي، لان الزيرو ديفيجن ده ايرور برضه من ضمن الاكسبشن والى اخره والى اخره. فلازم يكون الانواع العامه قبل الانواع الايه؟ الانواع الخاصه عشان تبقى انت متفاهم الفكره. يعني بمعنى اخر لو انا جيت متكلم كده مثلا بايثون اكسبشنز هيراركي، مهم قوي هيراركي ده تمام. الهيراركي كده معناه ان في انواع متداخله. ادي الاكسبشن انا بتكلم عليه، سيبك من الكيبورد انتربت ده، انا بتكلم على الاكسبشن ده اللي هو تحتيه كل الهيصه بتاعتي. قلنا في منه النيم ايرور تحت الاكسبشن. الزيرو ديفيجن لو انت ملاحظ هتلاقي الزيرو ديفيجن تحت الايه؟ الارثماتيك ايرور. تحت الارثماتيك ايه؟ الزيرو ديفيجن تحت الارثماتيك ايرور تمام. هتلاقي في عندك فين الاي او مثلا مش موجود في المثال ده، مش مشكله. بس الفكره اللي عايز اتكلم عليها طبعا الهيراركي ده 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 فور اكزامبل اللي احنا قدامنا ده، ده حاجات تحت حاجات تحت حاجات تحت، في هيراركي كامله، في هيراركي كامله. يعني كده مثلا ادي الاكسبشن تحت ارثماتيك، الارثماتيك تحت زيرو، فلوتنج بوينت في اوفر فلو، في لوك اب ايرور، الاندكس ايرور والكي ايرور، في او اس ايرور، الفاينل فاوند، الانتربتد ايرور، بيرميشن ايرور، تايم اوت ايرور. واخدين بالكم في تصنيفه متشعبه بالشكل ده تمام. ايه اللي انا عايز اقوله من اللي انا بعمله دلوقتي ده؟ ان انا عايز اقول ان في حاجه اسمها اريثماتيك ايرور، يعني غلط حساب، حاجات تخص الحسابات اللي هي اقصد بها الاريثماتيك اللي هي الرياضيات الماث يعني. فمن ضمنها مش الثلاثه دول بس، ده كتير تحتيها. فانا لو ما ينفعش اشتغل على العام قبل الخاص، يعني اشتغل على الخاص الاول وبعد كده اشتغل على مين؟ على العام. مش عارف بقى الكلام ده كده اتفهم ولا ما اتفهمش. يعني لو انا عندي عملت كده زيرو ديفيجن النيم ايرور والاكسبشن ايرور، واحنا عرفنا دي زيرو ديفيجن صح؟ وقلنا ان الزيرو ديفيجن تحت الارثماتيك تحت الارثماتيك ايرور صح؟ فلو جيت عملت كده عملت كده اكسبت الارثماتيك ايرور قمت قايل له ايه؟ خطا بسبب الحسابات حصل. الغلطه اللي عندي في الاكزام ده ايه هي؟ ان اتعاملت مع النوع العام قبل النوع الخاص، لان الزيرو تايب اوف اريثماتيك ايرور، نوع من انواع الارثماتيك ايرور تمام. فلما اجي اعمل معالجه هاندل الايرور اشتغل على الخاص ثم العام، لان لو اشتغلت على العام خلاص الارثماتيك ايرور لو حصل زيرو ديفيجن ايرور هيخش هو تحت الارثماتيك ايرور، لو حصل فلوتنج بوينت ايرور هيخش تحت الارثماتيك ايرور، لو حصل اي نوع من انواع الارثماتيك ايرور هيخش هنا، مش هيوصل هنا، مش هيوصل هنا ابدا. فلو جينا عملنا كده كنترول. ممكن سؤال بعد اذنك؟ اجرب دي جربها. انا قلت 15 على الزيرو هيطلع لي الارثماتيك ايرور اوكي هنا، بس ما نزلش للزيرو ديفيجن ايه؟ زيرو ديفيجن ايرور. ليه؟ لان الارثماتيك ايرور هو برضه زيرو ديفيجن، كل الانواع اللي تحتيه يعتبروا منه.
بنسميها زي ما هناخد ان شاء الله في الاوبجكت اورينتد انهيرتنس او وراثه، فكلهم دول منه جزء منه يعني، فهو النوع العام. اتفضل. هو انا لو دلوقتي مش حافظه انواع الاخطاء دي كلها وعملت برنامج وطلع لي خطا، ما انا هقول لحضرتك يعني عشان اثبت حاجه في دماغي بس. دلوقتي هو ده اللي بيدور في دماغ الاغلب انه عايز بقى لا لا، هو هيطلع لي نوع الايرور بقى، اقوم انا جاي واخداه بعد كده في الكود وكاتباه ومطلع له رساله، يعني انا مش عارفه الكود ما صح كده، يعني انا مش عارفه انواع الاخطاء وطلع لي بعد كده الاكسبشن اسمه كذا، قام جاي واخده الاسم دوت وحاطه له كود بقى بعدها يطلع لي لو طلع لي تاني تمام. بس الايرور ده، بس افترضنا ان انت بقى يعني؟ كان عندك كنت بتهندلي اكتر من نوع خطا في نفس الوقت، ولقيت ان في اكسبشن ما بيشتغلش معاكي، فتراجعي هتلاقي ان انت كنت شغال على نوع اعلى منه فوق، فهمتني؟ فبقى فاهم هو مال او منقل الاعلى تحت ومطلع هو ايه، فاعرف ان ده تايب من ده. انت يعني فاهم حضرتك. يعني معنى كده انا لازم اعرف كل الاخطاء الموجوده اللي هي البلت ان جوه البايثون، صح كده؟ لا مش لازم اعرف البلت ان جوه البايثون، وانا لو انا بصيت عليهم زي كده عرفت الانواع الشهيره ماشي، ما عنديش مشكله. إن انا عشان اعرف اعرف على كل الانواع اللي جوه، انتم متخيلين الموضوع سهل؟ لا طبعا، ده الموضوع يعني كبير جدا، ده انواع كتير جدا جدا، يكاد الواحد يكون ما يقدرش يلمها يعني. يعني هنا اكسبشن تحت ستاندرد اير، تحت اريثماتيك اير، تحت الاريثماتيك هي زي ما حضرتك انا قلت لك كده، وبعد كده بتيجي بالممارسه بقى، اللي هو نعرف مين بينهرك من مين. الانواع الرئيسيه بس بتيجي كده في الخبره وخلاص يعني، لكن انا مش هقدر اتعرف على كل الانواع اللي موجوده في الحياه اللي موجوده جوه الكلام ده، مش وما تشغلش بالك تروح تقعد تذاكر فيهم، لانك انت حتى لو عملت كده هتنساهم برضه يعني. فاهمني؟ لكن تبقى فاهم الاساس بتشتغل عليه بس، مش اكتر من كده. تمام؟ ولو ضرب معانا حاجه وعايزين نعرف اساسها ايه، بنروح نسيرش عليها على الانترنت او اي حاجه، او طبعا لو في اي ريليز مفصله، وبشوف هو ابن مين ابن مين ابن مين، يعني هم منتشرين جايين ازاي يعني. يعني لما اجي ابص على الزيرو ديفيجن، هو جاي من الاريثماتيك، الاريثماتيك جاي من الستاندرد، الستاندرد جاي من الاكسبشن، ابقى عرفت كده ليه الهيراركي بتاعه، عرفت التفصيله بتاعته، خلاص اخدت خلفيه عن الايرور اللي انا بتكلم عليه. فلما اقع في حاجه انا اول مره اعرفها زي الفي ام اس ايرور، ما اعرفش الفي ام اس ايرور بس حبيت ابص عليه، او رايح على الفي ام اس ايرور الاقي تحت الاو اس ايرور، تحت الانفايرمنت ايرور، والانفايرمنت ايرور تحت الستاندرد ايرور، وتحت الاكسبشن، خلاص اخدت خلفيه، خلاص هعرف اشتغل واعرف ان لو كانت حاجه عامه ليه ولا مش حاجه عامه ليه عندي بس. فهمتوا؟ لكن ما بقعدش اذاكر كل انواع الاكسبشنز اللي حصلت في التاريخ، ما بعملش كده. ماشي؟ فانا هسيب الحته دي عشان تبقى دايما فاكرين ان ده جنرال تايب اوف زيرو ديفيجن ايرور، فاكرين دايما ان ده النوع العام لزيرو ديفيجن ايرور، فكل اي حاجه من دول هتحصل. طيب ماشي اوكي، كده اخذنا خلفيه عن فكره الاكسبت وبتفصيلها بانواعها كتير، واخذنا الهيراركي بتاع الاكسبشنز، وده شيء مهم. يبقى ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اللي هي انواع الانواع والتراي اكسبت. تمام، ده اللي احنا اخذناه في الاكسبشن هاندلنج حتى الان. في حاجه ثانيه اسمها الالف، الالف مفهومه مفهومه من غير ما نشرحها يعني، هي تراي هينفذ اللي هنا، لو حصل ايرور هينفذ اللي هنا. طب الالف اقول لك، الالف دي ببساطه بترن الكود لو ما فيش اي اكسبشن حصل، يعني لو ما فيش اي اكسبشن حصل خلاص ماتش اوكي يعني. لكن لو حصل اكسبشن هي ما بتتنفذش يعني، لو جيت عملت كده، ودي طبعا مش موجوده في اغلب اللغات يعني. سبعه هي نفس الكلام، هو هي له كنس أربعة بس، أقول له بروجرام ران successfully without any error بس. هذه فكرتي إن كده في الحتة دي ببقى متأكد إن البرنامج كله اشتغل بدون أي أخطاء، فببقى متأكد إن كله تمام، ما عداش على ولا اكسبشن.
لو جيت كده عملت كنترول اس يو في 5 هيدخل رقم 18 على الاثنين البرنامج هيطلع لي ان في نيم اكسبشن طبعا نيم عشان نيم ايرور عشان احنا مستخدمين ريزلت اكس صح انا بعد اذنكم اشيل ريزلت اكس لان دي عمرها ما هتعدي دي لان دي احنا مستخدمين اسمي مش موجود اصلا صح انا هشيلها بس للايه وهشيلها اخفف كل الكلام ده لان انا بشرح حاجه ثانيه اصلا اخفف كل الكلام الجميل ده بس انا كده ما عنديش غير ديفايد باي زيرو بس لو 18 على الاثنين طلع زي ما احنا شايفين بروجرام ران سكسسفولي وزاوت اني ايرور صح او اني اكسبشن عايزين نبقى دقيق لو حصل ديفايد باي زيرو هو البرنامج ما بقاش بيضرب البرنامج ما بقاش بيضرب بس هو هيفهم ان في اكسبشن حصل لو قلت مثلا 20 على الزيرو قال لي كان نوت ديفايد باي زيرو وبروجرام فينيشد وكل حاجه بس ما طلعليش بروجرام ران سكسسفولي وزاوت اني ايرور فاهم مثال مفهومه تخيلها انا بس انا مش عارف عندكم انتوا مفهومه يا شباب دي تراي اكسبتنس مفهوم يا دكتور طيب واتكلمنا على اللي هي الحته بتاعت ان احنا نعمل اكسبت ستيتمنت وزود نو اكسبشن اتكلمنا عنها اللي هي بالنسبه لنا بتبقى ها بالنسبه لنا بتبقى اللي هي اكسبشن النوع العام تمام اكسبت ستيتمنت يوزنج اكسبشن فاريبل يعني انا دلوقتي زيرو عرفناه الزيرو ديفيجن ايرور خلاص وبنطلع كان نوت ديفايد باي زيرو لكن هنا لما بيضرب بسبب اي حاجه ثانيه بقول له بروجرام هاز ايرور بليز تراي اجين واسيبه في الشارع صح؟ وهو مش قادر يفهم ايه الايرور اللي حصل ولا انا اصلا قدرت افهم ايه الايرور اللي حصل. معايا في الحته دي؟ جيب رد علي. يعني تابعوني يقول لي بتاع يعني نعم دكتور ايوه حضرتك معاك ممكن اسمي الاكسبشن ده انا عرفته صح؟ الاكسبشن ده ممكن اقول از وادلعه ادي له الياس اقول له از اي اكس مثلا فكده انا الاكسبشن اللي هيحصل ايا كان ايه هو دلوقتي انا عملت له فاريبل اسمه اي اكس هيبقى شايل التفاصيل بتاعت الاكسبشن هيبقى شايل التفاصيل بتاعت الاكسبشن اللي حصل فلو جيت قلت له برنت الاي اكس هيطبعها بس البرنامج مش هيعمل كراش بس هطبع التفاصيل فلو انا جيت عملت كنترول اس في 5 طبعا لو قلت 17 على الاثنين مش هيحصل اي مشكله اصلا خالص ولو جيت قلت له هعمل ديفيجن على زيرو فمش هيروح اصلا في الاكسبشن ده هيروح في الديفيجن على الزيرو صح فمش هيحصل مشكله لكن لو انا جيت عملت ايرور اخر مثلا جيت قال لي الفيرست نيم قلت له 8 ماشي السكند نمبر قلت له عالي السكند نمبر عالي فده سترينج فالايرو الجديد بقى ده هيروح على الاكسبشن لان مش هو مش ديفيجن هينزل على ديفيجن لا مش ديفيجن هينزل على اكسبشن يقول لك ماشي اكسبشن صح ولا لا؟ هيقول لك اكسبشن وسكتنا فانت على الاكسبشن الاي اكس هتطلع لي تفاصيل لما جيت ادي الرساله بتاعتي بروجرام هاز ايرور بليز تراي اجين سابني وادي الرساله الاصليه بتاعه السيستم قال لي كاد نوت كونفيرت السترينج تو فلوت اللي هو عارف. فقال لي مش قادر احول النص الى فلوت اللي هو عارف. بس بشكل من غير ما البرنامج يضرب ولا اي حاجه وجبت الرساله الاصليه اللي كانت موجوده او السيستم المفروض يضرب بيها فبقت على الاقل ممكن تفهم المستخدم ايه اللي حصل او تفهمني انا حتى كمبرمج بعد كده ايه اللي حصل ممتاز ففي الغالب لازم اخد لازم اعمل الحركه دي مع الاكسبشن دايما لان انا قفلت كل اللي انا عارفه وفي الاخر كنت مقفل باكسبشن واشتريت دماغي بس لازم اطبع الاكسبشن عشان اثناء ما انا بجرب او الناس بتوع التستنج بيجربوا بتاع التستنج يقول لي انا جيت بجرب كذا كذا طلع عندي ايرور ايه يا عم الايرور يقول لي بروجرام هاز ايرور بليز تراي اجين انا عارف ان انا حاطط الجمله دي في الاكسبشن بس اعمل ايه؟ مش عارف اعمل حاجه انا مش عارف هو عمل ايه؟ هو عمل ايه عشان يطلع الخطا ده؟ فاقول له انت طلع لك تاني يقول لي ما طلعليش تاني فانا ابقى تايه وهو تايهين مش عارفين نوصل لحاجه فلما لما بطبع رساله يقول لي ايه ده مره طلع لي قال لي بروجرام هاز ايرور بليز تراي اجين كود نوت كونفيرت السترينج تو فلوت لما يقول لي كود نوت كونفيرت السترينج تو فلوت
فانا ممكن هندله اعالجه بشكل افضل صح ولا لا؟ طب ما ده ممكن يكون حل يا دكتور ملخص. طلعنا مثلا ان الانبوت داخل بشكل خاطئ مثلا او ما دخلش رقم صحيح او الى اخره تمام. دي الحته اللي هي مهمه برضو اللي هي الاكسبت ستيتمنت بيستخدم variable exception variable تمام. دكتور ممكن اعملها بدل ما يعني طباعه اعمل له امبورت لفايلز او اكسبورت فايلز قصدي مرام مين يعني مثلا بدل ما اطبعها برنت اي اكس اي اكس اخلي هاي الاي اكس لوك فايل فايل طبعا بنقوم رامين في لوك فايل بس ازاي خلينا نتعلم التعامل مع الملفات ازاي نكتب جوه الملف ازاي نقرا اللي جوه الملف ازاي نكتب احنا ناخدها يا دكتور نتعامل مع الملفات لا مش بالمستوى ده مش حاططها في ضمن امكانيات المستوى ده بصراحه يعني انا كنت حاطط ان احنا بعد الاكسبشنز كخطه نشتغل على الاوبجكت اورينت كده يكون بقيت عندك البرمجه بعد كده المشكله الاوبجكت اورينتد اهم بصراحه لانه الاوبجكت اورينت اهم عام تشتغل في حاجه فانت محتاج بعد كده ان شاء الله ممكن نعمل انا بقى بفكر من المستوى الثاني ان شاء الله يكون تعامل البايثون مع الداتابيز او مع الداتا عموما مع البيانات وده ممكن ناخد فيه بقى ازاي نتعامل مع الفايلز ازاي نتعامل مع الاكس ام ال مع الجيسون مع الداتابيز مثلا مع الماي سيكوال مع الحاجات الحديثه مثلا موجود دي مش عارف ايه كلام زي كده جميل. لان حسيت ان هو ليفل ثاني يبقى حلو لان بتوع الموبايل هيحتاجوه بتوع الويب هيحتاجوه بتوع الداتا ساينس هيحتاجوه يعني فيعتبر ايه ليفل من ضمن البيزكس اللي لازم تتعلمها عشان تقدر ايه تخش ايا كان الاتجاه اللي لسه هتختار كل الاتجاهات لازم تكون تبقى بتعرف تتعامل مع البيانات لان اغلب تمز حتى الكوميرشلز والكلام ده بتستخدم مع البيانات فحبيت ان انا بفكر ان انا اخلي المستوى الثاني كده يعني لو ياريت والله افضل شايف ان هو افضل بدل ما احنا ياريت بناخد ويب انا خلاص عرفنا الداتا بيس بتعمل معاه ازاي اخذنا نشتغل موبايل الداتا بيس صحيح اي اتجاه احنا خلاص عارفين البيانات الناس عايز تشتغل داتا ساينس عشان دي كده برضه هيعرفوا ازاي يتعاملوا مع البيانات فينفتح الطريق زي اللغه كده زي البايثون انا لازم اتعلمه عشان اعرف اخش اي اتجاه من الاتجاهات اللي تبع البايثون صح؟ صحيح نفس الكلام بالظبط فهو يعتبر والله دكتور يعني اذا بدك تعمل فيها انا بشجعك يعني انها موفقه يعني اختيار موفق ان شاء الله على طول نبدا نشتغله بعد الكورس ده على طول مباشره باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب كنا بنتكلم هنا على على طباعه الاكسبشن طب ايه كان في حد بيسال على سؤال وقفنا ماشي exception handling points to remember افتكر بقى ان البايثون طبعا بيسهل لنا الاكسبشنز والتعامل معاها من خلال الاكسبت ستيتمنت هي اللي بتتعامل مع الايرور ممكن نقدر نعرف مالتيبل اكسبشنز ممكن نبقى اكتر من اكسبت تمام على التراي بلوك اللي احنا عايزينه نقدر نعمل عليه اكتر من اكسبت يعني ممكن نستخدم else اللي شفناه مع بعض عشان تبقى تراي اكسبت else وبتتنفذ لما ما يكونش في اي ريزنج لاي ايرور تمام. طبعا بيقول لي statements اللي هي don't throw in the exception ممكن تحط في الالس طبعا ما تستخبش تحط جوه الالس نوع تاني بيضرب لكن احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل ايه listed try except statement. طيب في جمله ثانيه دي طبعا شفناها اللي هي try except else ما فيهاش مشكله خالص واخدنا عليها مثال فانا هعديها لكن بس في حته بس عايز اوضحها اللي هي المالتيبل اكسبشن في ميزه ممكن تكون ما كانتش موجوده في بعض اللغات الاخرى ان انا اقدر اعمل اكسبت على اكتر من اكسبشن مع بعض وممكن تكون الاكسبشنز دي مش هيراركت يعني مش تسلسليه يعني هي لو تسلسليه خلاص انا بقول اريثماتيك اكسبشن بشتري دماغي على كل الانواع اللي تحتيه صح؟ نعم لكن هنا ممكن اسلكت كذا اكسبشن او الاكسبت والاكسبشن الاولاني كوما الاكسبشن الثاني كوما الاكسبشن الثالث اطلع رساله واحده لكله اطلع رساله واحده لايه لكله ده اسلوب من الاساليب اللي احنا ممكن برضو بنشتغله ببعض الاحيان يعني مثلا اجي مالي
arithmetic exception. فهم؟ arithmetic exception. arithmetic error اسف هو بيسموها arithmetic error. اما arithmetic error والزيرو ديفيجن اكسبشن دي الرساله اللي هتطلع سواء كان كده ولا كده. خدتوا بالكم؟ كده كده بقيت بشتغل على 2 اي. طبعا ممكن اقدر برضو اعرف ده اقول له اس اي او اي ار او اريس ايرور وده ندلعه نخليه اس مثلا زيرو ايرور واقدر برضو اشتغل على الاريس ايرور والايه والزيرو ايرور زي ما انا ايه زي ما انا عايز. طبعا المثال هنا طبعا ده بس مجرد توضيحي لكن هو ملوش اي لازمه لان كده كده هو الارثماتيك ايرور بالع اصلا الزيرو ايرور صح ولا ايه؟ فمش هيبقى ليه قيمه يعني. هيبقى مش هيبقى ليه قيمه لكن لو احنا عايزين مثال يكون واضح اكتر ممكن نعمل كده. خلي ده الزيرو الاول فوق عشان ده طبعا ده النوع الاخص. وهنا الارثماتيك اهو ممكن مثلا ناخد الاي او اكس ايرور بس طبعا ما عندناش اي او ايرور اللي هو لو حصل خطا بسبب الانبوت والاوتبوت يعني فايل معين بتقرا منه بايظ حاجه كده يعني تمام. وده ممكن نطبع مثلا الايرور مسج بتاعتنا او اقول له ايرور وخلاص. الفكره بس ان ممكن اقدر استخدم اكتر من ايه اكتر من نوع ايرور بالكوما دي بس مش اكتر من كده يعني. في اي مشكله دي؟ اهند الايرورين مع بعض يعني. يعني في رساله معينه بتطلع لما يكون ده او ده مش فارق معايا. اطلع الرساله اللي انا عايزها خلاص. فهمت؟ نعم واضح. طيب في كمان من ضمن الحاجات اللي برضه نبقى عارفينها ودي مهمه جدا جمله شهيره اسمها فاينالي. جمله اسمها ايه؟ فاينالي ودي يعتبر اخر حاجه في التراي اكسبت ايلس فاينل. طبعا هي اوبشنال طبعا زي ما احنا شفنا وهي اوبشنال برضه زي ما احنا شفنا يعني ممكن نضيفها ممكن ما نضيفهاش. الفاينل بقى ايلس بتتنفذ امتى؟ لما مفيش ولا اكسبت تتنفذ يعني التراي شغاله سليمه تقوم جايبه لك ايه؟ ايلس يبقى ران ذيس كود اف نو اكسبشن اوكيرز. طيب الفاينالي حصل ايرور هتتنفذ. طب ما حصلش ايرور هتتنفذ. يعني لما تكون محتاج تنفذ كود معين كده كده هيتنفذ سواء الكود ضرب او ما ضربش هيتنفذ. يعني مثال زي ما كنا مثلا زميلنا بيتكلم على الداتابيز مثلا فبنقول مثلا ايه بنعمل شور على الداتابيز وفي الاخر بنقفل الداتابيز سواء العمليه اتنفذت بنقفل الكونكشن بتاع الداتابيز سواء ما اتنفذتش بنقفل الداتابيز فده بنحطها في الفاينل. ده بنحطها في الايه؟ الفاينل. فتحت فايل واشتغلت عليه ايا كان الشغل كان كامل ما كملش بقفل الفايل في الاخر. فدي دايما بنسميها في الجزء اللي اسمه ايه؟ الجزء اللي اسمه فاينالي. يعني لو جينا عملنا كده غير يعني الاسم. بعد معالجه الخطا يا دكتور لازم فاينالي تتنفذ برضو؟ حصل ايرور عالجناه ما حصلش ايرور ايا كان هي كده كده فاينالي في الاخر هتتنفذ. يعني دوت ايه؟ كود executed regardless the exception. يعني الكود ده كده كده بيتنفذ بغض النظر حصل exception او ما حصلش exception الكود ده كده كده بيتنفذ تمام. لو جربنا ايه اللي حصل عندنا؟ نجرب ايه تاني؟ قال invalid syntax انت كاتب حاجه بشكل خاطئ. تعال نجيب ال finally بعد التراي على طول. طب ايه اللي انا عامله مش شايفه صح؟ هي بعد الاكسبت بقى دكتور يعني ممكن المفروض بعد الاكسبت
بس مش معاها الإلس، يعني مش بتيجي مع الإلس، ولا عادي إنها تيجي مع الإلس؟ مش مشكلة ان الإلس ما نرجع في الوقت الإلس لا مش حضرتك طلعتها. طيب حضرتك طلعتها فوق، المفروض يبقى في خطأ وبعد كده الفاينل، مش كده؟ معلش قول تاني. الاكسبت المفروض يبقى فيه خطأ، في اكسبشن يعني، وبعد كده الفاينل، مش الفاينل فوق ولا ايه؟ احنا جربنا كده وجربنا كده. احنا جربنا لما حطيناها تحت. طب والالس عادي انها تبقى موجودة في النص الالس ما بين نرجع. ايه الفاينل؟ ده؟ طيب ايه بقى لو هنشيل الاكسبشن كله؟ يعني هنخلي بس الفاينل بس. بس ده طبعا مش هيبقى حاجة. تعالى نجرب كده 180 عشان بس مش عايز ابوظ الاكزامبل ده. تخيل ان هو زعلان، الراجل زعلان من ده كله، هو عايز مثلا ايه تراي وفاينل. اشتغلت، قلت له فيس نمبر 5 والتاني 2، قال لي الكود اتنفذ. طيب قلت له اف 5، قلت له 5 و0، قال لي زيرو ديفيجن باي ايرور. وفاينلي المفروض فاينلي كانت اشتغلت صح، بس هو طبعا عشان انا ما هندلتش الايرور اصلا. انا ما هندلتش الايرور، المفروض ان انا كنت هندل الايرور اعمل ايه؟ اكسبت. بس هو اكسبت برنت، اكتب بس كده اي كلام وخلاص. والله اشمعنى اشتغلت ما كانتش شغاله ليه؟ هي ده اشتغلت ايه؟ 15 على الزيرو، طلع لي ايرور عادي جدا وطلع لي كود اتنفذ رغم ان في ايرور صح. ولو شغلنا صح 18 على الاثنين اشتغلت برضه صح عادي. ايه طيب اللي كان عامل لنا مشكله؟ ممكن تكون علقت بسبب الالس فعلا. عادي. امال ايه بقى اللي كان زعله بقى؟ تراي والاكسبت والالس والفاينل حطيناهم كلهم صح؟ يعني ايه الالس هنا اشتغلت لان الكود سليم او البرنامج ما طلعش هو كده يا دكتور، ما فيش اختلاف غير ان اكسبت واحد بس، وهنا هو مش اكتر من اكسبت. اللي هنا الاكسبت اشتغلت والالس ما اشتغلتش، وده صح. بعد كده الاكسبشن اشتغلت. طيب تعال نحط اكتر من اكسبت صح ولا ايه؟ ودي اخر، يبقى اخر تجربه، ما اعرفش هيبقى في اي اختلاف تاني. يبقى جربنا كل الاحتمالات، يعني اشتغلنا على كل الاتجاهات يعني. فخلي ده زيرو ديفيجن ايرور، وده هيخليه اكسبشن يعني. اشتغل برضه ما اعرفش ازاي. امال كان زعلان ليه؟ 15 على الاثنين نفس عادي، والالس اشتغل عادي، والفاينل اشتغل عادي، اكتر من حاجه يعني. ناقص اي اكس وبعد اي اكس اشتغلت عادي. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يعني ما تعرفش كده، ممكن تكون في كيس معينه عدت علينا. هو يعني هي شغاله عادي، مالهاش دعوه بالاكسبت كام اكسبت، ولا الالس فيها ولا مش فيها، الفاينلي موجوده يعني. هي مالهاش دعوه، فاهمني؟ فاينلي مالهاش دعوه بحاجه، هي جمله امر بتنفذه سواء حصل اكسبشن ما حصلش اكسبشن، هو بيتنفذ بس. تمام كده؟ ماشي 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 حلنا. مش بس ايه، انا ما نقعدش نلف ايه اللي كان حاصل، مع ان انا بصراحه كده هتعب نفسيا. انا عايز اعرف انا قلت احط فاينل ليه كان بيزعل صح؟ مش كان هو مش مديك، ما كانش مدينا ترجمة
سبب. البوليس سنتكسيرو زي لكن بدأ في حتة تانية خالص على هو أنا معرف أكتر من إكسبشن شغالة وكان بدأ في حتة تانية مش واخدين بالنا. لا ما اداش أي علامة دكتور خالص، ما اداش أي حاجة خالص. تمام هو أول مرة لا هو المرة فاتت كان تقريبا كان معلق بس ده ايرور تاني خالص ما قبلش إن احنا نعمل أكتر من إكسبشن مختلف يعني. تمام انا هرجع كده تاني يمكن انا كنت كاتب حاجه غلط تحطهم بس نقص كده دول اللي هم كنا بنعالج فيها الارثماتيك ايرور وكذا وكذا يعني. هو كان ده اللي معترض عليه عشان هو مش هيتسموا لان انا مش عارف اشتغل على مسمياتهم صح، مش عارف اشتغل على مسمياتهم لان مش عارف استفيد من مسمياتهم شيء. هو كده فاهمني ارثماتيك ايرور كوما والاي او ايرور يبقى هو كان ضارب عشان حاجه ثانيه بس كان مطلع رساله ساعتها ما كانش مطلع الرساله دي لان لو كان طلع رساله كنت انا انتبهت فاهمني. هو كان مطلع رساله ثانيه السنتكس ايرور كان سايبنا وكان بيعلم على حته ثانيه فمش مشكله يعني. على العموم انا كده مش عارف استفيد من الاسم بتاعهم يعني على اساس ان هم انا مش عارف هو جاي من انهي حته بس انا عايز اطلع رساله موحده للاثنين ولذلك بقوا عامل ايه الاثنين كده زي ما انتم شايفين كده يعني. فكان الايرور بسبب حاجه ثانيه خالص. انا رجعت ده المثال القديم يعني والفاينلي برضه اشتغلت عليه تمام. يبقى صلحنا المثالين بس عشان نبقى عارفين ان الخطا حصل بسبب ايه. كان حصل بسبب ان احنا مدين اسمين رغم ان احنا جامعين الاسمين يعني. ماشي فهمناها ولا ايه الحته دي؟ الحته بتاعت احنا عشان كنا جامعين اسمين لنفس الاكسبشن وكل واحد مسمينه تمام. يعني مش ممكن نعمل اتفضل ما بيرضى انه يعني دكتور انه ياخذ اسم الياس يعني كل واحد الياس لكل واحد لا. حتى مش عارف لو جربنا اي اسم هم الاثنين مره واحده هيشتغل معانا ولا لا. اسم واحد للاثنين ماشي على اساس ايه؟ اقول لك على اساس ايه؟ ليه هو عمل كده؟ لان انت لو فاهم الكومبايلر هيشتغل ازاي او الانتربريتر شغال ازاي هتعرف ليه هو عمل كده؟ لانك انت مش هتقدر يعني الايرور ده لو حصل هيتحط جوه الفاريبل ده. طب لو ده حصل هيتحط جوه الفاريبل ده فالفاريبل ده هيشيل اللي هيحصل صح. لكن هتحط الواحد واحد للارثماتيك واسم والاي او اسم وانت اصلا جمعتهم ليه وبعدين هتستغلهم ازاي في الايرور تحت هتقول اف ان الارثماتيك ايرور يحصل ايه لو صار ما كانش ارثماتيك ايرور اصلا فاهمني كان اي او ايرور لو جيت استخدمت اي او ايرور وهو كان طلع ارثماتيك ايرور هتعمل ايه؟ فهمتني؟ عشان كده بيكون اسم واحد عام بس عشان انت جمعتهم الاثنين دول بالنسبه لك واحد صحيح بس تمام وكده هيشتغل معاك عادي ان شاء الله مش مشكله خالص. يبقى دي بس كانت الايه المعلومه وكويس ان احنا استفدنا بيها المعلومه دي تمام كده؟ طيب اخر حاجه في الاكسبشنز الريزنج اكسبشن انا عايز اريز اكسبشن تمام. انا اللي عايز البرنامج يضرب بقى المره دي لو حصل كذا يضرب انا بمزاجي اللي عاوزه ايه اللي عاوزه يضرب في حاله معينه وده ممكن يكون وارد يعني ممكن يكون انا في حالات معينه عايز القيمه ما ينفعش كده انا رافضها البيزنس بتاعي رافضها هي كسيستم شغاله لكن كبيزنس ما تنفعنيش تمام ما تنفعنيش كبيزنس ودي اخر حاجه ناخدها في الاكسبشنز واللي خلاص اكسبشنز ببساطه جدا لو انا جيت عملت بس اكزامبل جديد 119 انا دلوقتي بعمل عمليه معينه وانا السيستم بتاعي وانا بقسم الاسم بتخلي نفس البرنامج وتعالى اقول ان السيستم بتاعي انا مش عايز ان انا اقسم على رقم اصغر يعني لازم يكون الرقم الاولاني الكبير والثاني هو الصغير انا ما بقسمش الاسم العكسيه دي مثلا فاهمني يعني وقت انا مثلا لو جيت قلت 18 على ال 120 هيطلع لي ايه نسبه كسريه صح تعال تخيل ان انا السيستم اللوجيك بتاعي انا ما ينفعش اعمل كده من غير مسموح يعني مثلا انا جبت اقول ايه
فاكرين لما كنا بنعمل مثلا عندك البالانس مثلا الرصيد وتيجي تسحب من الرصيد مسحوبات تكون اكبر من الرصيد صح؟ كنت بالنسبه لي الكلام ده ممنوع، انا بالنسبه لي كبزنس ما ينفعش، عايز اريز ايرور فاليو ايرور، ده بنسميه احنا فاليو ايرور. يعني لو قلت له انتر مثلا البالانس فاليو وقلت له ايه ده البالانس يعني الرصيد تمام، وعايز اقول له بعد كده انتر الويذدرو فاليو ماشي اللي هي المسحوبات. وجيت قلت له ايه عادي جدا بقول له النيو بالانس، النيو بالانس عباره عن البالانس مطروح منه لايه؟ قيمه المسحوبات او المسحوبات، وفي الاخر بطلع له الايه؟ النيو بالانس صح؟ بيساوي كذا. بس انا عايز اعمل اكسبشن، عايز اعمل كده اف ان الب... ان الويزدرا درولي او ويزدرا في كده مسحوبات وفي مسحوبات صح ماشي اكبر من او تساوي او عايز اعدل اللي بيساوي اكبر من البالانس تمام، عايز اعمل ايه؟ بوم، انا عايز بقى اطلع اكسبشن بقى، طلع انا اللي عايز اطلع ايرور، انا اللي عايز اطلع ايه؟ ايرور. فبكتب كلمه ريز وبحدد نوع من انواع الايرور، في مثلا شهير الفاليو ايرور ان القيمه خاطئه، ده شهير او اي